موجودين اليوم الثاني للانتخابات بفضل الله. طبعا احنا استعدينا استعداد كويس لانتخابات مجلس الشيوخ، عملنا اجتماعات كثيره، وطبعا احنا كنا بنمر نتاكد ان الامور ماشيه طبيعيه قبل الانتخابات واثناء الانتخابات. اول حاجه طبعا احنا بنمر بظروف استثنائيه، عندنا فيروس كورونا، وبالتالي احنا عملنا اجراءات احترازيه قويه داخل اللجان وخارج اللجان. يعني على سبيل المثال عندنا بوابات التطهير موجوده في داخل اللجان وانت داخل اللجنه، بالاضافه عندنا موفرين الكمامات للمواطنين بسعر التكلفه، مطهرات موجوده في داخل اللجان، عاملين الاستراحات المواطنين بتباعد ما بين المواطنين بحيث ان هي نضمن ان عدم انتقال العدوى من مواطن لمواطن، في اجهزه كشف عن درجه الحراره وهو داخل اللجنه عشان نتاكد ان ما فيش عنده اي شواهد او بوادر لفيروس كورونا. الحقيقه الامور ماشيه طبيعيه وما حصلتش اي شكوى حتى الان في اليوم الثاني من موضوع فيروس كورونا. برضو الاجراءات الامنيه عندنا رجال الشرطه موجودين، مديريه الامن من سيد مدير الامن وكل رجال الامن موجودين 24 ساعه داخل المحافظه، موجودين خارج اللجان لتامينها وداخل اللجان لمساعده الناخبين وخاصه كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصه. وفرنا لذوي الاحتياجات الخاصة كل وسائل الراحة عشان يقدر يدخل اللجنة بسلاسة وبيسر، سواء من عجلات يحتاجوها أو مساعدة لدخول اللجنة. الحقيقة طبعا يعني الحمد لله ما عندناش أي شكاوي بتتم داخل المحافظة، يمكن شكوى واحدة اللي أنا سمعتها اللي أنا رصدتها وجود أحد السيارات بتعمل دعاية لأحد الناخبين وتعاملنا معاه فورا كإجراء قانوني، عدا ذلك ما فيش أي شكاوي. اللجان طبعا اللجان الانتخابية بتشتغل في ميعادها، نسبة الانتظام يعني فوق يعني وصلنا لحال 100%، يعني الساعة 9 كانت فوق 95، بعد ربع ساعة من التوقيت ده كنا تقريبا وصلنا ل 100% انتظام كامل امبارح والنهارده. طبعا يعني رصدي للمحافظه الحمد لله انا شايف في اقبال كويس الحمد لله داخل المحافظه وخاصه لابناء القرى، وانا الحقيقه بقدم لهم الشكر على انه وجود موجودين بوافره. برضو المراه القنويه الحقيقه ليها دور ايجابي وليها وعي سياسي كبير وعندها حب لبلدها كبير قوي، موجوده في اللجان بقوه، انا بحييها برضو على تواجدها. يمكن انا شايف شويه المدن الاقبال المتوسط واحنا عايزين نزيد عن كده، ويمكن العامل الرئيسي ان موجود طبعا درجه الحراره عاليه مأثرة على ابنائنا، عشان امبارح بعد الظهر فعلا بدات الاعداد تزيد. اتوقع احنا كطبيعتنا كمصريين برضو بننزل متاخرين شويه، فالنهارده اليوم الاخير اتوقع ان شاء الله بعد الظهر يبقى في تواجد وكثافه عاليه، ولكن الشكل العام مطمئن والامور ماشيه بفضل الله. وانا بقدم رساله لابنائنا بقول لهم يعني ان الانتخابات واجب وطني وده حب الوطن وده حق دستوري ليك، ما تفرطش فيه، لازم تنزل وتشارك علشان بلدنا بلد ديمقراطيه، واحنا عايزك تختار اللي انت عايزه عشان بعد كده ما تشتكيش لو في حد مش عاجبك، ما تقولش ايه ان يبقى انت اللي قصرت. فارجوك تنزل وتنتخب عشان خاطر بلدك وحبك لبلدك وحقك الدستوري.